عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، وتكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله، والله يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله يا رب. إذا اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا على السبورة عندنا درس جديد في اللغة الفرنسية. اليوم بإذن الله غنشوفوا مع بعضياتنا لو باسي كومبوزي أو الماضي. Le passé composé. Iden, il a besoin d'arrivo. Le passé composé, qui veut chercher dire. Donc tu arrives le passé composé ou quel? Le passé composé, c'est raconter un fait dans le passé. يعني أنا نغادي نعاود واحد le fait, واحد الحدث اللي حدث اللي وقع في le passé, في الماضي. L'action est terminée. يعني كاين جوج الحوايج اللي كان ديفينيو بها لو باسي كومبوزي، انني كنعاود على واحد الحاجه اللي وقعت في الماضي، وان لاكسيون او الحدث اي تيرميني يعني سال الحدث سال في الماضي، يعني ما بقاش الحدث كاين في يعني في المضارع او في الفيتور، لا الحدث كان في لو باسي وما بقاش انتهى. باغ اكزومبل جي رونجي ما شامبر، جي رونجي ma chambre, d'accord, j'ai rangé ma chambre, يعني جمعت la chambre ديالي, le base ديالي, le beach, يعني الغرفة ديالي. J'ai rangé ma chambre, هذا في le verbe ranger, كاين في le passé composé, في الماضي, يعني أنا جمعتها. هذه واحد l'action اللي تدارت في le passé, و l'action est terminée, يعني سالت هاد l'action ديال الجميع ديال الغرفة سالة. إذن نمرو كيفاش comment on forme هذا le passé composé كيفاش كنديروا ليه باش كنكتبوا بهذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لا فورماسيون ديال ديال le passé composé كيفاش كنفورميو le passé composé هو كالتالي، عندنا l'auxiliaire être وعندنا l'auxiliaire avoir، d'accord. دونك les verbes كاينين des verbes اللي كيتستعملوا كنستعملوا معاهم مع l'auxiliaire être، وكاينين دي فيرب اللي كنستعملوا معاهم لوكسيليير افوار. غنبداو باتر. دونك كيفاش كونجوغيو لي فيرب اللي كيكونجوغيو مع اتر؟ اول حاجه كناخذو لوكسيليير اتر وكيكون كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف. شنو هو لا كونجوغيزون ديال لوكسيليير اتر؟ هي جو سوي، tu as، il a، elle a، etc. nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont، etc. d'accord. هذه هو لا كونجوغي، هي لا كونجوغيزون ديال لو فيرب اتر او بريزون، ديما كيتكونجوغا او بريزون بلس كنزيدو عليه لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب لي مستعملين حنايا. باغ اكزومبل هنا لو فيرب لي حنا مستعملين سي لو فيرب سورتير، خرج لو فيرب سورتير. دونك لو فيرب سورتير الا انا اختاريت لو برونون بيرسونيل جو، بغيت نستعمل لو فيرب سورتير بغيت نصرفو في الماضي، وبغيت نستعمل لو برونون بيرسونيل جو، غنقول جو سوي سورتي، جو سوي سورتي، داكوغ، جو سوي سورتي، داكوغ. دونك كنستعمل لوكسيليير اتر لان لو فيرب سورتير كيتكونجوغا مع لوكسيليير اتر. دونك كناخد لوكسيليير اتر كنديرو في لو بريزون، او كناخد لو فيرب سورتير كنديرو في لو بارتيسيپ باسي ديالو هو سورتي، جو سوي سورتي. باغ كونطخ les verbes les conjugaux à avoir، d'accord، كناخذو voilà l'avoir كنديرو في le présent. انا اختاريت il، donc il a، اختاريت le verbe parler، il a parlé يعني تحدث، il a parlé، donc parler هنايا مكونجوغي في le participe passé ديالو. هنا عندنا le participe passé ديال le verbe parler. donc je suis sorti، il a parlé. اذا القاعده العامه هي ديما سواء être ou avoir على حسب لو فيرب لي عندنا. être كيكون ديما او بريزون، داكوغ، وكنزيدو عليه لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب لي عندنا. بحال دابا عندنا لو فيرب سورتير، لا ميم شوز، لو فيرب avoir حتى هو او بريزون دو لانديكاتيف، وكنستعملو معاه لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب لي عندنا. هنا عندنا لو فيرب بارلي، داكوغ. اذا نمرو لي لي فيرب لي كيتكونجوغاو مع être، ولي فيرب لي كيتكونجوغاو مع افوار كاينين بزاف، ولكن هنا غنعطيكم فقط بعض يعني بعض الافعال. دونك في لو باسي كومبوزي، ديزولي، لو باسي كومبوزي
les verbes اللي كيتكونجوغاو ولا كيتفورماو مع لو فيرب ولا لوكسيليير مع لوكسيليير اتر في لو باسي كومبوزي هما عندنا بارتير سورتير هنا درت غير واحد لا ليست صغيره وهادشي كيبغي ضروري لا براتيك باش الانسان ديما يعقل وقتاش يستعمل لو فيرب اتر ولا لوكسيليير اتر وقتاش يستعمل لوكسيليير افوار دونك بالنسبه لوكسيليير اتر عندنا partir, sortir, aller, venir, arriver, naître, mourir, rentrer, monter, descendre, passer, rester, tomber et plus les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, mais les verbes qu'est-ce qu'on a donc se ou la s apostrophe. Par exemple, se réveiller, se coucher et s'appeler. Ah, deux, trois exemples. Quels sont les exemples d'il y a les verbes pronominaux pour te dire d'os allez hum bohdhom inshallah. Non, peut-être qu'on peut des exemples. Et d'un chef ou d'abord les verbes les qui se conjuguent mais l'auxiliaire avoir. Vous rentrez comme qui d'abord des verbes. Il n'y a pas de les verbes. Donc les verbes là qui me gouvernent les qui connaissent mais l'auxiliaire avoir le passé jeter, nettoyer, appeler, frapper, étudier, rêver, réussir, finir, remplir, rougir, faire, entendre, voir, prendre, vouloir. Donc j'ai, jeté, mais si je suis, j'ai, mais là, l'auxiliaire avoir j'ai, jeté, j'ai nettoyé, j'ai appelé, j'ai frappé, j'ai étudié, j'ai rêvé, j'ai réussi, etc. D'accord? Donc, il y a juste les affaires, mais il y a beaucoup d'affaires, l'insan, c'est d'arrivé à pratiquer, pour يكون عارف وقتاش يستعمل افوار وقتاش يستعمل اتر وشي اكيد كيجي مع الممارسه. اذا هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غنشوفوا كيفاش كنديروا هذاك لو بارتيسيپ باسي كيفاش كيتكون لان لو بارتيسيپ باسي على حسب يعني لا تيرمينيزون ديالو كتبدل لا تيرمينيزون ديالو من يعني من فعل لاخر. دونك هنا لي فيرب اون او ار اللي كيسيريو ب او ار باغ اكزومبل لو فيرب بارلي. Donc le verbe parler, le passé composé, qui vous dit j'ai parlé. Donc ha ou hna, il y a le participe passé, il y a le verbe parler, le participe passé qui y a chut e accent à la fin. Donc j'ai parlé, qui y a chut e accent à la fin. Quel est notre verbe? Le verbe être, ou j'ai été, kunto, j'ai été, ou qui y a chut e accent. Le verbe naître, li ou tu le je suis né, ou li de tu je suis né, ou qui y a chut e accent. À la fin, يعني هادو كيتسموا لي لي بارتيسيپ باسي ديال لي فيرب داكوغ اللي كيكونوا عندنا اللي كنستعملوا في لو باسي كومبوزي داكوغ. اذا هنا عندنا عاوتاني فينير و ميتر هادو تاهما عندهم دو ديفيرون عندنا لي دو ديفيرون هنايا تيرمينيزون في لو بارتيسيپ باسي ديالهم. اذا هنا جي فيني دونك جي فيني دونك لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب فينير هو اي كيساليب اي لو فيرب ميتر كيساليب اي اس جي مي j'ai mis. D'accord. Ramchou d'autres verbes, par vouloir, pouvoir ou lire. Donc vouloir, j'ai voulu, j'ai pu, le verbe pouvoir, qadart, j'ai pu, j'ai voulu, brit. Donc lire, qara'tu, j'ai lu, qara'tu, le passé, lire, le verbe lire, qara'a, le passé c'est j'ai lu. D'accord? J'ai lu. D'autres exemples, d'autres verbes. Donc le verbe faire, j'ai fait. Voilà, le participe passé dialo. En gros, c'est le passé composé. Mais le verbe faire, le participe passé dialo, fait le verbe mourir, je suis mort. Mourir, il y a tout fier. Je suis mort. Mort, donc, c'est ce que je veux dire. Et puis, nous allons faire le bel, nous allons faire le l'accord. L'accord. Donc, c'est très important, nous allons faire le l'accord. ديال لوكسيليير اتر فاش كنزيدو عليه ان فيرب داكوغ. دونك دائما هذه القاعده الاساسيه دائما لي فيرب لي كيتكونجوغاو و لي كيتفورماو مع لوكسيليير اتر في لو باسي كومبوزي دائما كيكون لاكور اون جونغ اي اون نومبر. يعني كنشوفو لو سوجي وضروري خصو يكون لاكور. ها هو عندنا لو اختاريت انايا لو فيرب سورتيغ لان لو فيرب سورتيغ كيتكونجوغا مع لوكسيليير اتر في لو باسي كومبوزي. دونك قلت ايمان اي سورتي فوالا. دونك ايمان اي سورتي ها هو كونجوغيت لو اتر
Naya, le présent de l'indicatif plus le participe passé dit le verbe sortir dire ça et tout ça ou les kinesh nous dirt hna dirt l'accord dit e li anna le l'auxiliaire être dit ma qui l'accord dit ma qui colle l'accord en genre et en nombre ma le sujet d'accord idem imen hna adna féminin donc rajoutez liha e pour marquer le féminin. عاوتاني هنايا عندنا ميزامي سون سورتي ردوا البال هنايا ميزامي ردوا البال هنا شنو عندنا لي ميزامي كي دايرين يعني صحاباتي عندنا او وعندنا اس دونك عندنا او وعندنا اس ميزامي سون سورتي ميزامي سون سورتي دونك هنا استعملت او بوغ ماركي لو فيمينين حنا كنهضروا على دريات داكوغ et s لان كنهضروا على البلوريال دونك زدت e و s علاش لان l'accord l'auxiliaire être qui t'accorda مع le sujet en genre et en nombre d'accord le nombre هنايا اللي هو العدد ديال لي زامي عندنا بزاف ديال الصحابات دونك درنا s pour marquer le pluriel ودرنا e لان le genre c'est féminin عندنا e هنايا féminin كنهضروا على الصحابات ماشي صحاب هنا عندنا ميزامي ما عندناش او هنا عندنا او هنا سونز او عندنا اس دونك هنايا ما غاديش نديرو او غنزيدو فقط اس بوغ ماركي لو بلوريال لان كما قلنا ونعاودو نقولو ان لو فيرب اتر ولا لوكسيليير اتر كيكون لاكور اون جونغ اي اون نومبر دائما كنشوفو حنا الاول ديال لا فراس شنو عندنا كان فيمينا مشيو سميتو لو بارتيسيب هذا لو بارتيسيب باسي كنزيدو كان فيمينان كنديرو او كان فيمينان بلوريال او اس كان ماسكولان بلوريال اس كان غير واحد واحد مذكر ما كنديرو ليه والو كيبقى بحال هكا سان اس كيبقى ايلي سورتي باغ اكزومبل كيبقى بحال هكا ما كنزيدو ليه حتى حاجه وماذا عن لو لوكسيليير افوار نشوفو حتى لوكسيليير افوار واش كاين لاكور ولا ما كاينش لاكور اذا بالنسبه لوكسيليير افوار هنا عندنا دي زيكزامبل كيف ما كتلاحظوا معايا هنا اختاريت لو فيرب غاماسي لان غاماسي كيتدار مع فوالا لو فيرب افوار دونك الى غاماسي الى غاماسي ايلز اون غاماسي ايلز اون غاماسي داكوغ الى غاماسي هي جمع الى غاماسي ايلز اون غاماسي ايلز اون غاماسي دونك هنايا شنو كنلاحظوا واش كاين لاكور ولا ما كاينش لاكور دونك سي تري بيان هنا ما كاينش لاكور واش زدنا شي او هنا في ال زدنا شي او اس هنا زدنا شي اس هنا ديال ال افيك اس لا علاش لان لوكسيليير افوار كاع لي فيرب لي كي كونجوغاو ولا كي تفورماو مع لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي ما عندناش هنا مشكل سوا كان فيمينا سوا كان ماسكولا سوا كان بلوريال سوا كان سينغولير هنا ما عندناش اشكال بتاتا ما كنبرطوش راسنا نزيدو او ولا نزيدو اس واحد خصنا نردو البال الا عندكم هنايا خصنا نزيدو واحد الاس لا ما كاينش مشكل اذا كاع لي فيرب نعاود نقولها لي فيرب لي كيتكونجوغاو ولا كيتفورماو مع لوف افوار لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي ما كيطرا عليهم حتى تغيير هنايا انا اختاريت لو فيرب غاماسي يعني ما كترا لا تغير حتى حاجه ما كاينش لاكور اون جونغ اي اون نومبر ما كايناش كاع لاكور يعني كيف ما بغى يكون سميتو ديالنا لو سوجي ديالنا ما عندنا حتى مشكل سواء كان بلوريال ولا ماشي بلوريال ولا كان فيمينان ولا ماسكولين ما عندناش اشكال هنايا دونك فوالا هذا هو بخلاصه هذا هو الدرس ديالنا ديال لو باسي كومبوزي حاولت ما امكن نجمع لكم الافكار اللي مهمه ديال لو باسي كومبوزي نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس هذا وان شاء الله نعطيكم موعد في القريب يعني في القريب ان شاء الله مع واحد ليكزارسيس ديال هاد لو باسي كومبوزي ان شاء الله كنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته